السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ اليوم الفيديو عبارة عن كيف تسوي سيارة في ماستر كرافت باي ماينكرافت. تعجبكم اخذ سلايم، اخذ من هاي، خذ هيك، لا مو هيك، سوي هيك، ونبي كلش هاي السلايم، ما بتخلي منه، ما بتخلي منه. النوع دي باي ما اعرف شو اسمها، نو باي اثنين سلايم، اثنين سلايم، هنا واحدة تاخذ من هذا تخليها منه. راح اجيب السلايم، او النوع ايش راح تسوي؟ تجيب هم سلايم منه ومنه، وبالنهاية ايش راح تسوي؟ خير شي، هاي اخر شغلة سويها هيك، دعم هيك، خلي هيك يعني خطوطها، صح تقول ما راح تشتغل. تاخذ جداحة تشعلها من هنا، لا مو من هنا، هسه قامت تمشي، لا تريد توقفها، فلش هاي شعلت فوقها، هسه هي وقوات الريح هاي تمشي. بسيطة، وانتظر الجزء الثاني شاحن عدله وسوي سيارة أصلية. اتسلم اللايك.